الغاء الماضي، لانه كانوا بيحسوا انهم امام ماضي، العالم بيتقدم، ونحن حتى في خصوصيات كثيره ومنها حتى في التشريعات القوانين كنا امام قوانين باليه وعقيمه وغير صالحه للتطبيق، لان القانون في وادي وقوانين، يعني هل يصدق ان في قانون رقم 10 لسنه 14 خاص بالتجمهر صدر سنة 1914، وقانون الإجراءات الجنائية سنة 50، وقانون العقوبات سنة 37؟ فكانت إرادة التغيير إلى أن نكون أمام مصر قوية، مصر الديمقراطية في الرخاء يعني الاقتصادي، دي كانت إرادة المصريين. وجدت عبد الفتاح السيسي ووجدت الجيش المصري الوطني يقف إلى جوار ويساند هذه الإرادة الشعبية. ويمكن ما يتميز به الجيش المصري عن جيوش كثيرة أنه جيش وطني يعمل من أجل الدولة ويعمل من أجل الشعب، ولا يعمل لحساب أشخاص أو أي اتجاهات أيا كانت إلا من هذا المنطلق. ثم عرفه المصريون يوم 3/7 عندما كنا أمام خارطة الطريق، ثم كانت انتخابات رئاسة الجمهورية والبرلمان والدستور، الاستحقاقات الثلاثة. وجد الشعب المصري فيه الصدق، الوطنية، الرغبة الحثيثة في أن يحقق طموحات الشعب المصري التي يريدها الشعب المصري. الشعب المصري بهذه الإرادة ووقوف الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزير الدفاع ووقوف القوات المسلحة أوقفت وأجهضت مخططا خطيرا كان مدبرا لأن تسقط فيه مصر في ذلك المستنقع التي سقطت فيه دول مجاورة. تمام سيادة المستشار، هذا يقودنا إلى طبعا دي فترة استثنائية، وزي حضرتك شرحت بوضوح وبجلاء لماذا التف الشعب وحزب الوفد حول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، سواء في الفترة الأولى أو الثانية، باعتبار أن دي فترة استثنائية وهو بطل قومي بالنسبة للمصريين بعد أن خلصهم من حكم الإخوان بالانحياز لإرادة المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع، وكمان مكافحة الإرهاب اللي جارية وحجم الإنجاز اللي تم على الأرض في الفترة الماضية. مسألة واضحة تماما، هي حالة استثنائية، لكن بموجب الدستور هم فترتين رئاسة، وأصبح الآن نحن نواجه استحقاق جديد بإذن الله على صعيد انتخابات الرئاسية في 2022. وهنا الكلام، وخاصة ما سبق 2018 وجعل المعركة هي معركة الحشد على صناديق الانتخاب ونسبة المشاركة وليست المشاركة المنافسة الحقيقية فعليا. وهنا يأتي دور الأحزاب. حزب الوفد من أعرق، إن لم يكن في اللحظة الحالية هو أعرق الأحزاب الموجودة على الأرض في مصر. وحضرتك انتخبت رئيسا له يعني قبل أيام قليلة، فما هي خطتكم في الفترة القادمة واضعين في الاعتبار فكرة انتخابات 22؟ قول لحضرتك، أولا الديمقراطية هي المطلب الأساسي ومن الأسباب الرئيسية التي كانت سببا في ثورة 25 يناير و30 يونيو. ولذلك حزب الوفد كحزب ليبرالي كان معارك حزب الوفد منذ ثورة 19 حتى الآن كانت فيها الدستور والديمقراطية وتحرير القرار الوطني والإرادة الوطنية والحريات، دي كلها قضايا حزب الوفد. ولذلك الفترة القادمة إن شاء الله نريد وسنعمل جاهدين، ويمكن انتخابات يوم 30/3 في حزب الوفد لم تكن
انتخابا لرئيس الحزب بقدر ما كانت العدد الغير مسبوق من الناخبين اتوا. في ناس جات من نصر النوبة مشيت 1100 كيلو رجال ونساء وشيوخ وفي كافة محافظات مصر، لأنهم أرادوا لحزب الوفد في الفترة القادمة أن يعود إلى ثوابته ومبادئه وتقاليده ومواقفه، أن يكون حزب قوي على الساحة السياسية. لأنه وأقولها بصراحة، لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية في مصر بدون حزب الوفد. الديمقراطية التي نص عليها الدستور في المادة 5 وأصبحت استحقاقا دستوريا، لأن النظام السياسي في مصر يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.